يعني انا بديت اول امس وكنت متمني اني يعني بعد ما فزنا واحده قلت خلاص 1-9 الحمد لله، اوريدي 2 الحمد لله، يعني وضعنا سليم ماشيين في خطى اوريدي احسن من الاوبجكتيف اللي توقعناه يا اخواني. فالى الان وضعنا جدا ممتاز جدا ممتاز. دائما دائما حطوا في اعتباركم البليسمنتس حيمشي معك ضربه الحظ واحده من اثنين. right. يا قلت لك يحطوك مع لاعبين شاطحين تشطح معهم بسرعة، يا يحطوك مع الأشكال هذه وتنزل معهم بسرعة which is fine، تخلص العشرة بسرعة بعدين تلعب في الإيلو اللي هو يعني ما أولد يحطيني في سيلفر فور. سيلفر فور لجولد should be easy. طبعا بعد ما خلص العشرة placements بالأكاونت هذا أروح أسوي العشرة في الأكاونت الثاني هنشوف إيش نسوي فيها، بس it's fine. ضيقت I don't know what he's doing. اديني شات ثاني كان قتلتهم. I don't know what the fuck he was doing بس قد الله هيك. قلت يا حمار بكتب قاربج يا على بكتب والله قاربج. ايش في قاربج زي كذا انا ما شفت. هذا يروح هنا
ايمن الفير جاء الفير ايو لول داي يو لول داي يو لول داي يو لول داي يا معفنين يو لول داي يو لول داي come to me again I think he kills me actually. No, I kill him and he kills. حرام كيف خسر الجيم لانه عندي اثنين ايبنج ريال كل ليت مي كاري داريس لا لا تجي معي ولا ابغى اشوفك اذا هذا ما حشوفك حشوفك الا انا مروض اي شيء يا باشا لا ترش يا الله شوف فرق بين اللاعبين الجيم هذا والجيم اللي فات يا عيال ايش رايكم ايش الفرق الشاسع هذا عدت على خير اوكي عدت على خير مات مات دائما يلا نخش معهم يا الله لو تقول الجيم كلها زي كده يا عيال ليه ما يدوني يا جيم زي كده كلها وخلصنا شايفين الفرق بين الجيم اللي فات والجيم هذا جيم ايرون يا عيال هيل وغوست اي دي سي الجيم هذا والله كلهم ابطال